أعظم الله أجورنا وإياكم يا الله ومصابنا بالحسين عليه السلام وجعلنا وإياكم من الآخرين بسيره مع وليه الإمام المهدي عجل الله تعالى له الفرج وسهل الله له المخرج وجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديك. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون وأفوض أمري إلى الله. إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا غريب يا مظلوم كربلاء يا محيي الزوار يا أبو علي ما خاب من تمسك بكم أمنا يا من نجا والتجا إليكم. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز والله فوزا عظيما. أدرك تراتك أيها الموتور فلكم بكل يد دم مهدور. ما صارمون إلا وفي شفراته نحرون لآل محمد منحور. فلو أنك استأصلت كل قبيلة قتلا فلا سرفون ولا تبذير. غصبوا الخلافة من أبيك وأعلنوا أن النبوة سحرها مأذور. خذهم فسنة جدكم ما بينهم منسية وكتابكم مهجور. والبضعة الزهراء أمك قد قضت قرح الفؤاد وضلعها مكسور. وأبوا على الحسن الزكي بأن يرى مثواه حيث محمد مقبور. واسأل بيوم الطيف سيفك أنه قد كلم الأبطال فهو خبير. يوم أبوك الصيد شم لغيرة للدين لما انعفاها دثور. أضحى يقيم الدين وهو مهدم ويجبر الإسلام وهو كسير. حتى إذا نفذ القضاء وقدر المحتوم فيه وحتم المقدور زجت له الأقدار سهم منية. يا الله فهوى لقين واندك ذا كالطور. وتعطل الفلك المدار كأنما هو قطبه وعليه كانت
تبل الخطي منه الصدر بعد وتحكمت بيض السيوف بجسمه ويحس السيوف وحكمهن تدوس الخيل منه أضالع وغدت تدوس الخيل منه أضالع يا راسخ النبي بطيها مستور والثواكلون يشجي الغيور حنينها لو ثم ما بين العذا لما أحاط بها العدا هربت تخف العين وهي وقور حتفت غداة الروح باسم كفينها يا الله وكفينها بثر الطفوف عفيف عين الهلال خيالها والشهب تخطف دونها وتغور فبدا بيوم الغاضبية وجهها ومصيبتها وزينبا فبدا بيوم الغاضبية وجهها كالشمس يسترها السنة قعدت تود لو انها رعيت ولم ينظر اليها شامت وكفور لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم انا لله وإنا إليه راجعون مصيبة ما أعظم من مصيبة سلام الله عليك يا أبا عبد الله لقد عظمت المصيبة وجلت وعظمت الرزية بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام لما قتل أصحاب الحسين عليهم السلام عند ذلك وصلت النوبة إلى بني هاشم وأول من قتل منهم علي بن الحسين الأكبر وأمه ليلى وفيه يقول الشاعر لم تر عين نظرت مثله من محتف يمشي ومن ناعل أعن ابن ليلى ذا السدى والندى أعن ابن بنت الشرف الفاضل لا يؤثر الدنيا على دينه ولا يبيع الحياة بالباطل وكان من أصبح الناس وجها وأحسنهم خلقا وخلقا فاستأذن أباه في القتال فنظر إليه الحسين نظر آيس منه وأرخى عينيه بالدموع وبكى ورفع سبابتيه أو شيبته الشريفة نحو السماء وقال اللهم اشهد على هؤلاء القوم فقد برز إليهم غلام أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك وكنا إذا اشتقنا إلى نبيك نظرنا إلى وجه هذا الغلام اللهم امنحهم بركات الأرض وفرقهم تفريقا ومزقهم تمزيقا واجعلهم طرائق قددا
ولا تغفر لهم أبدا ولا ترضى الولاة عنهم أحدا، فإنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا يقاتلوننا. ثم صاح يا ابن سعد مالك، قطع الله رحمك ولا بارك الله في أمرك، وسلط عليك من يذبحك بعدي على فراشك، كما قطعت رحمي ولم تحفظ قرابتي من رسول الله. ثم رفع صوت وتلا: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. فحمل علي الأكبر على القوم وهو يقول: أنا علي بن الحسين بن علي، نحن وبيت الله أولى بالنبي، أطعنكم بالروم حتى ينثني، أضربكم بالسيف أحمي عن أبي، ضرب غلام هاشمي علوي، والله لا يحكم فيه ابن الدعي. فشد على الناس وقتل منهم خلقا كثيرا، حتى ضج الناس من كثرة من قتل، فروي أنه قتل 120 رجلا. فرجع إلى أبيه وقد أصابته جراحات كثيرة، وهو يقول: يا أبا العطش قد قتلني، وثقل الحديد قد أجهدني، فهل إلى شربة من الماء سبيل أتقوى بها على الأعداء؟ يا بويا شربة مية شبيل أتقوى ورد للميدان وحبيل، يا بويا انفطر شبدي وحق جبيل، العطش والشمس والميدان والحار، منين اجيب الماء يا ابني؟ وهو حشيت بهض حيلي وشعبني، وفت روحي وحمس جبدي وسلي، يا بويا استخلف الله العمر واصبر، يشكو لخير ابن ضما هو ما اشتكى، اضما الحشا الا الى الضام الصدي، كل حشاشته كصالية الغضا، ولسانه ظمأياً كشقة مبردي. فبكى الحسين وقال: واغوثاه يا بني يعز على محمد المصطفى وعلى علي المرتضى، وعلي أن تدعوهم فلا يجيبوك، وتستغيث بهم فلا يغيثوك، يا بني قاتل قليلا فما أسرع أن تلقى جدك محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، فيسقيك بكأسه الأوفى شربة لا تظمأ بعدها أبدا. يا بني هاتي لسانك، فأخذ لسانه فمص، يقول: وجدت لسان أبيك الخشبة اليابسة، رحم الله من نادى وحسينا. ظمآن يعتلج الغليل بصدره، ظمآن ذاب فؤاده من غلة، لو مست الصخر الأصام لذا يا ظمآن. فأخذ لسانه فمصه وأعطاه خاتمه وقال: أمسكه في فمك وارجع إلى عدوك، فإني أرجو أن لا تمسي حتى يسقيك جدك ولدي عد، بارك الله فيك. فرجع مرتجزا، الحرب قد بانت لها حقائق، وظهرت من بعضها مصادق، والله رب العرش لا نفارق، جموعكم أو تغمده البوارق. ولم يزل يقاتل حتى قتل تمام المائتين، بينما هو على هذه الحال فضربه مرة بن منقذ العبدي ضربة صرعته
فأصابه الناس بأشيافهم فاعتنق فرشه فاحتمله الفرس إلى معسكر الأعداء فقطعوه بسيوفهم إربا إربا. فلما بلغت روحه التراقي نادى رافعا صوته بهذا جدي رسول الله قد سقاني بكأسه الأوفى شربة لا أظمأ بعدها أبدا وهو يقول العجل العجل فإن لك كأسا مذخورة تشربها الساعة. فجاءه الحسين ورفع صوته بالبكاء ولم يسمع أحد إلى ذلك الزمان صوت الحسين بالبكاء فقال قتل الله قوما قتلوك وأجرأهم على الرحمن وعلى انتهاك حرمة الرسول أما أنت يا بني فقد استرحت من هم الدنيا وغمها وسرت إلى روح وريحان وجنة ورضوان وبقي أبوك لهمها وغمها فما أسرع لحوقه بيك ولدي على الدنيا بعدك العفا. قعد عنده وشاف مغمض العين متواصل طبر والراس نصين حن ظهره على ابنية وتحشر يا كوكبا ما كان اقصر عمره وكذا عمر كواكب الاسحار. فعند ذلك خرجت زينب الكبرى من الخيام مسرعة وهي تنادي وولداه ومهجة قلباه فجاءت وانكبت عليه فجاء الحسين وأخذ بيدها وردها إلى الفسطاط. خليني خليني يا أخوي حسين يمي أحس بدمع عيني جروح جسمي على عيوني وريدني الصدر يضمه وشيل للخيم وياك يا حسين. قالها علي راح علي راح شافه والنبي شابك علي راح علي راح وفوق وصفد راحل علي راح علي راح وصاح بصوت يا زينب علي راح علي راح يا فوق بلمة الدنيا علي. ثم نادى يا فتيا البني يا شمل امه واحملوا اخاكم الى الفسطاط. فجاء القاسم بن الحسن وهو غلام لم يبلغ الحلم فقال يا عم الاجازه لامضي الى هؤلاء الكفره. فقال له الحسين يا ابن اخي انت العلامه من اخي انت العلامه من اخي الحسن واريد ان تبقى لي لاتسلى بك. فلم يزل القاسم يقبل يديه ورجليه حتى اذن له. فقال له الحسين بني تمشي برجلك الى الموت. فقال يا عم وكيف لا وانت بين الاعداء بقيت وحيدا فريدا لم تجد محاميا. فأركبه الحسين على فرسه فخرج القاسم ودموعه تسيل على خده وهو يقول إن تنكروني فأنا نجل الحسن صرت النبي المصطفى والمؤتمن هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لا سقوا صوب المزن وكان وجهه كفرقة قمر طالع فقاتل قتالا شديدا حتى قتل على صغر سني 35 رجلا وقيل 70 فارسا فانقطع شسعا عليه فانحنى ليصلح شسعا عليه فضربه عمرو بن سعد الأسدي على راسه
ووقع الغلام لوجهه ونادى يا عمه ادركني. فجاءه الحسين كالصقر المنقض فتخلل الصفوف وشد شدة الليث المغضب. فضرب الحسين عمرا قاتل القاسم بالسيف فاتقاها بيده فأطنها من لدن المرفق. فصاح اللعين صيحة سمعها أهل العسكر ثم تنحى عنه الحسين فحملت خيل أهل الكوفة ليستنقذوا عمرا من الحسين. فاستقبلته الخيل بصدورها وشرعته بحوافرها ووطأته حتى مات إلى جهنم. فلما انجلت الغبرة وإذا بالحسين قائم على رأس الغلام وهو يفحص برجليه. فقال الحسين يعز الله على عمك أن تدعوه فلا يجيبك أو يجيبك فلا يعنيك أو يعنيك فلا يغني عنك شيئا أو يجيبك فلا يعينك أو يعينك فلا يغني عنك شيئا. بعدا لقوم قتلوك ومن خصمهم يوم القيامة جدك وأبوك. هذا يوم والله كثر واتره وقل ناصره. بكى وناداه يا جاسم شبيبي يا ريت السيف قبل أبحث وريدي حالي لكم تخلوني وحيدي وعلى خيمي عمي لقوم تفتر قعد عنده وشاف دمومه تفوح وكل اطراف جسمه مجرح جروح وهو يرفس يعالج طلعه الروح. مات ما تظل بسكين حياه ثم احتمله على صدره ورجلاه تخطان في الارض خطايا حتى القى بين القتلى من اهل بيته جاب ومد دما بين خوته. بجع عدهم يا ويلي وهم موته بس ما ياسم عن النسوان صوته. اجت عمته تصيح الله اكبر مبارك بين سبعين الف جار يعني الحنة بدم الراس حنه بدال الشمع بين الشام زفو على راسك منبت نبرينتو. ثم برز من بعده أخوه أحمد بن الحسن وله من العمر 16 سنة فقاتل حتى قتل 80 رجلا. فرجع إلى الحسين وقد غارت عيناه من العطش فنادى يا عمه هل من شربة ماء أبرد بها كبدي. فقال له الحسين يا ابن أخي اصبر قليلا حتى تلقى جدك رسول الله فيسقيك شربة من الماء لا تظمأ بعدها أبدا. فرجع إلى القوم وحمل عليهم وقتل منهم 60 فارسا حتى قتل. وبرز أخوه أبو بكر بن الحسن وهو يقول إن تنكروني فأنا ابن حيدرة ضرغام أجام وليث قسورة على الأعادي مثل ريح صرصرة أكيلكم بالسيف كيل السندرة. فقاتل حتى قتل. فعند ذلك خرج أولاد أمير المؤمنين عليه السلام وأول من خرج منهم أبو بكر بن أمير المؤمنين فقاتل حتى قتل. وبرز عون بن أمير المؤمنين فقال له الحسين كيف هذا الجمع الكثير والجمع الغفير.
فقال: من كان باطلا فيك مهجته لم يبالي بالكثرة والقلة. ثم حمله فقتل مقتلة عظيمة، فاحتوشه ألفان ففرقهم يمينا وشمالا وتخلل الصفوف، ثم رجع إلى الحسين فقبله الحسين وقال له: أحسنت، لقد أصبت بجراحات كثيرة فاصبر هنيئا. فقال: عون سيدي، أردت أن أحظى منك وأتزود من رؤيتك مرة أخرى. فرجع وقاتل ورمي بسهمين وقضى نحبه. فعند ذلك وصلت النوبة إلى أولاد أم المؤمنين، فقال لهم العباس بن أمير المؤمنين: يا بني أمي، تقدموا حتى أراكم، قد نصحتم لله ولرسوله، فإنه لا ولد لكم، تقدموا بنفسي أنتم فحاموا عن سيدكم حتى تموتوا دونه. فبرز عبد الله بن أمير المؤمنين وعمره 25 سنة، فقتل أبطالا ونكس فرسانا، فقتله هان بن ثبيت الحضرمي عليه اللعنة. ثم برز جعفر بن أمير المؤمنين فقاتل وقتل جمعا كثيرا، فقتله هان بن ثبيت الحضرمي. فبرز عثمان بن أمير المؤمنين وعمره 21 سنة، فقاتل حتى قتل. فبقي العباس بن علي قائما أمام الحسين يقاتل دونه، وكان العباس بطلا جسيما وسيما، يركب الفرس المطهم ورجلاه تخطان على الأرض خطا، ويلقب بالشقاء وقمر بني هاشم. فجاء نحو أخيه الحسين فقال: يا أخي، هل من رخصة؟ فبكى الحسين. صاح حسين: يا أخوي يا عباس، يا نور العين، يا تاجي على الراس، يا أخوي أنت الدرع والسيف والطاس، شلون تروح وأنا أبقى محي؟ فبكى الحسين حتى ابتلت لحيته بدموعه، فقال: أخي، أنت العلامة من عسكري، فإذا غدوت يؤول جمعنا إلى الشتات، وتنبعث عمارتنا إلى الخراب. فقال العباس: فداك روح أخيك، لقد ضاق صدري من هذه الحياة الدنيا، وأريد أخذ الثار من هؤلاء المنافقين. فقال له الحسين: فاطلب لهؤلاء الأطفال قليلا من الماء. يقل: لو داعت الله يا عيوني، خويا نيتكم وحيدي تخلوني، منكم يا اخوتي خابت ظنوني. فقال له الحسين: فاطلب لهؤلاء الأطفال قليلا من الماء. فبرز العباس، فلما توسط الميدان وقف ونادى: يا عمر بن سعد، هذا الحسين بن بنت رسول الله يقول لكم إنكم قتلتم أصحابه وأخوته وبني عمه، وبقي فريدا مع أولاده وعياله وهم عطاشا، قد أحرق الظمأ قلوبهم، فاسقوهم شربة من الماء، لأن أولاده وأطفاله قد وصلوا إلى الهلاك. فلما سمع أهل الكوفة كلام أبي الفضل، فمنهم من سكت ومنهم من جلس يبكي، وخرج شمر وشمث بن ربعي عليهم اللعنة، وقال: يا ابن أبي تراب، قل لأخيك لو كان كل وجه الأرض ماء وهو تحت أيدينا ما سقيناكم منه قطرة حتى تدخلوا في بيعة يزيد. فتبسم العباس فرجع إلى الحسين وأخبره بمقال القوم،
فبكى الحسين حتى بل أزياقه من الدموع. فسمع العباس الأطفال وهم ينادون العطش العطش، فركب فرسه وأخذ رمحه والقربة، وكان عمر بن سعد قد وكل 4000 رجلا على الماء لا يدعون أحدا من أصحاب الحسين يشرب منه، فحمل عليهم العباس ففرقهم وكشفهم وقتل منهم 80 رجلا وهو يقول: لا أرهب الموت إذا الموت رقى، حتى أوارى في المصالي تلقى، إني أنا العباس أغدو بالسقى، ولا أخاف الشعر يوم الملتقى. حتى دخل الماء فلما أراد أن يشرب غرفة من الماء ذكر عطش الحسين وأهل بيته، فرمى الماء وهو يقول: يا نفس من بعد الحسين هوني، وبعده لا كنت أن تكوني، هذا حسين وارد اللون، وتشربين بارد المعين، هيهات ما هذا يا فعال دين، ولا فعال صادق اليقين، شلون اشرب وخويا احسن عطشه، وسكني والحرام واطفال رضعه، وضيق قلب العلي للتهبريره، يا ريت الماي بعد لا حلاومه. فملأ القربة وحملها على عاتقه وتوجه نحو الخيمة، فقطعوا عليه الطريق وأحاطوا به من كل جانب وأخذوه بالنبال حتى صار درعه كجلد القنفذ من كثرة السهام. فكمل له زيد بن ورقى من وراء نخلة، وعاونه حكيم بن الطفيل فضربه على يمينه فقطعها. رحم الله من نادى وعباس، أخذ السيف بشماله وهو يقول: والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين، نجل النبي الطاهر الأمين. فقاتل حتى ضعف فقطعوا شماله، فجعل يقول: يا نفس لا تخشي من الكفار، وأبشري برحمة الجبار، قد قطعوا ببغيهم يساري، فأصلهم يا رب حر النار. فجاءه سهم وأصاب القربة وأريق ماءه، فبقي العباس حائرا ليس له يد فيقاتل ولا ماء فيرجع إلى الخيمة، فضربه رجل بعمود من حديد على رأسه ففلق هامته فسقط عن فرسه، ونادى: يا أخي أدرك أخاك، عمد الحديد بكربلاء خسف القمر، من هاشم فلتبكه عليا مضر. أوما درت من مهره العباس خر، فمشى إليه الصبط ينعاه كسر، فمشى إليه الصبت ينعاه كسرت الآن ظهري يا أخي ومعيني. فانقض إليه الحسين كالصقر فرآه مقطوع اليدين، مفضوخ الجبين، مشكوك العين بسهم، فوقف عليه منحنيا
وجلس عند رأسي يبكي ففاضت نفسها بالفاو فقال الحسين أخيلا انكسر ظهري وقلت حيلتي وشمت بي عدو يا خويا وين بتارك طرحتي إلا يا خويا انقطعتي جفوفي وتركتي لو سلم جفي جايان هالبرق نشرتي ورديت للخيمه وجود الماي سالي إلا يا خويا بالفضيل في وين لجفوف إلا يا خويا تقطعت ما بين الصفوف دمي على عيني دمي على عيني جبل يا حسين دمي على عيني جمال يا حسين ما شوف نشف دموم يا بقية على شي قال لي يا خويا لغسلي بدمعي دمومك تمنيت شان الحريم الله يدومه لكن يا خويا بهالارض يومي ويومك لكن يا خويا بهالارض يومي ويومك والضيع من بعدي وبعدك الفواطي تخوصر على عضيدي ودعه وصعد انفاس يا جمرة الكون الذي ما قط تنداس ظهر تراه البشر تراه البشر من فقدك يا رب ظهر تراه البشر من فقدك يا عباس طاح العلم وتفللت من العزايم ومصيبته طاح العلم وتفلل ايات من العزايم عزم يشيل للمخيم المروح خلي على الشاطي عالج طلعت الروح ما اقدر اروح الخيم وانظر زينب تروح وانظر دمع سكنانه وانظر دمع سكنانه الخدين سالي عزم يشيل للمخيم قال ما روح ايه خلني على الشاطي عالج طلعت الروح شنو السبب؟ ما اقدر اروح الخيام ما اقدر اروح الخيام وانظر زينب تنور وانظر دمع سكني على الخدم شاطي وعباسا وحسينا وسيدا لا اله الا الله سعد الله قلبك يا رسول الله عباس تسمع زينب ان تدعوك مين يا حمايه اذا العداء يا ولست تسمع ما تقول سكينته عماه يوم الأيس ولست تسمع ما تقول سكينته عماه يوم الأيس من يحميني ثم قام ورجع إلى الخيمة فاستقبلته ابنته سكينة وقالت أبتا هل لك علم بعمي العباس فبكى الحسين وقال يا بنتا إن عمك قتيل يا سكنة راح عباس راح الضيغم اللي يرفع الراس فصاحت زينب وضعتنا بعدك يا بلفاس
خرج محمد بن عبد الله بن جعفر وأمه زينب الكبرى بنت أمير المؤمنين فقاتل حتى قتل، ثم برز أخو عون بن عبد الله بن جعفر وأمه أيضا زينب الكبرى فقتل جمعا كثيرا حتى قتل، وبرز أخوهما عبيد الله فقاتل حتى قتل، وبرز غلام من أخبية الحسين وفي أذنيه درتان وهو مذعور، فجعل يلتفت يمينا وشمالا وقرطاه يتذبذبان، فحمل عليه هان بن ثبيت الحضرمي فضربه بالسيف فقتله، فصارت أمه تنظر إليه ولا تتكلم كأنها كالمدهوش، ثم نادى الحسين: هل من ذاب يذب عن حرم رسول الله؟ هل من موحد يخاف الله فينا؟ هل من مغيث يرجو الله يعفي غاثتنا؟ أو عاد ريحانة المختار منفردا بين العدا لا حامل له ولا عضد؟ فارتفعت أصوات النساء بالبكاء والعويل، فتقدم إلى باب الخيمة وقال لزينب: ناوليني ولدي الرضيع لأودعه، اختي ائتيني بطفلي أراه قبل الفراق. فأتت بالطفل لا يهدأ والدمع مراق، يتلظى عطشا والقلب منه في احتراق، غائر العينين طاوي الباط ذاوي الشفتين، فبكى لما رآه يتلظى من أوام بدموع هاطلات تخجل السحب سجام. فأتى القوم وفي كفيه ذياك الغلام، وهما من ظمئين قلباهما كالجمرتين، فنادى: يا قوم قتلتم أنصاري وأولادي وما بقي غير هذا الطفل، إن لم ترحموني فارحموا هذا الطفل، لقد جف اللبن في صدر أمه. فرماه حرملة بسهم فوقع في نحره، فذبحه من الوريد إلى الوريد. فوضع الحسين كفيه تحت نحر الطفل، فلما امتلأتا دما رمى به إلى السماء وقال: هون علي ما نزل بي أنه بعين الله، اللهم لا يكون طفلي هذا أهون عليك من فصيل ناقة صالح. ثم عاد بالطفل مذبوحا وحفر له بجفن سيفه ودفنه. وولد للحسين ابن وقت الظهر، وقت الظهر جابه ولد للحسين، ما مصيبتا. وولد للحسين ابن وقت الظهر، فأتي به للحسين وهو قاعد بباب الخيمة، فأخذه في حجره فأذن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى، فرماه لعين فذبحه في حجر الحسين. وإلى هذا أشار الشاعر: ومنعطفين أهوى لتقبيل طفله، فقبل منه قبله السيف ممن حار. لقد ولد في ساعتين هو والردى، ومن قبله في نحره السيف يهمك يا أفر. ولما قتل أصحابه وأهل بيته ولم يبقى أحد عزم على لقاء الله، فدعا بمردة رسول الله فالتحف بها، فأفرغ عليها درعه وتقلد سيفه واستوى على متن جواده، ثم توجه نحو القوم وقال: ويلكم على ما تقاتلونني،
على حق تركته أم على شريعة بدلتها أم على سنة غيرتها؟ فقالوا نقاتلك بغضا منا لأبيك. وما فعل بأشياخنا يوم بدر وحنين، فلما سمع كلامهم بكى وجعل يحمل عليهم، وجعلوا ينهزمون من بين يديه كأنه الجراد المنتشر. ثم رجع إلى مركزه وهو يقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وهو في تلك الحالة يطلب شربة من الماء وكأنه يقول أنا ابن علي الطور من آل هاشم، كفاني بهذا فخرين حين أفخر، وجدي رسول الله أكرم من مشى، ونحن سراج الله في الأرض نزهر، وفاطمة أمي من سلالة أحمد، وعمي يدعى ذا الجناحين جعفر، وفينا كتاب الله أنزل صادقا، وفينا الهدى والوحي بالخير يذكر، فنحن أمان الله للناس كلهم، نسر بهذا في الأنام ونجهار، ونحن ولاة الحوض نسقي ولاتنا بكأس رسول الله ما ليس ينكر، وشيعتنا هل يلكم وشيعتنا في الحشر أكرم شيعة، ومبغضنا يوم القيامة يخسر، فطوبى لعبد زارنا بعد موتنا بجنة عدن صفها لا يكدر. فصاح عمر بن سعد الويل لكم، أتدرون لمن تقاتلون؟ هذا ابن الأنزع البطين، هذا ابن قتال العرب، احملوا عليه من كل جانب. فحمل عليهم كالليث المغضب، فجعل لا يلحق منهم أحدا إلا بعده بالسيف فقتله، حتى قتل منهم مقتلة عظيمة. وفي خبر أنه قتل 1950 رجلا، فحالوا بينه وبين رحله، فصاح ويحكم يا شيعة أبي سفيان، إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد فكونوا أحرارا في دنياكم، وارجعوا إلى أحسابكم إن كنتم عربا. فناداه شمر ما تقول يا ابن فاطمة؟ قال أقول أنا الذي أقاتلكم وأنتم تقاتلونني، والنساء ليس عليهن جناح، فامنعوا عتاتكم وجهالكم عن التعرض لحرمي ما دمت حيا. فصاح شمر بأصحابه تلحوا عن حرم الرجل واقصدوه بنفسه، فلعمري هو كفء الكريم. فتراجع القوم، فنزلت الملائكة من السماء لنصرته، فلم يأذن لهم بشيء. ثم التفت يمينا وشمالا فلم ير أحدا من أصحابه إلا من صافح التراب جميلا، وقطع الحمام أنينه، فخاطبهم وعاتبهم فما سمع منهم جوابا. لما رأى صدق أصحاب الوفا قتلوا، نادى أبا الفضل أين الفارس البطل، وأين من دوني الأرواح قد بذلوا، بالأمس كانوا معي خلفوا في سويد القلب نيران. ثم نادى برفيع صوته، هل من ناصر ينصرني؟ هل من معين يعينني؟ فخرج زين العابدين وهو مريض لا يتمكن أن يحمل سيفا، وأم كلثوم تنادي خلف الجيع
ارجع. فقال يا عمتا دليل المقاتل بين يدي ابن رسول الله. فقال الحسين خذي لئلا تبقى الأرض خالية من نسل آل محمد. وفي رواية جاء الحسين واحتمله وأتى به إلى الخيمة ثم قال ولدي ما تريد أن تصنع؟ قال أبا إن نداءك قد طعني عاد قلبي وأريد أن أفديك بروحي. فقال الحسين يا ولدي أنت مريض ليس عليك جهاد وأنت الحجة والإمام على شيعتي وأنت أبو الأئمة وكافر الأيتام والأرامل وأنت الراد لحرمي إلى المدينة. فقال زين العابدين أبتا تقتل وأنا أنظر إليك؟ أبتا تقتل وأنا أنظر إليك؟ ليت الموت أعدى من الحياة. روحي لروحك الفداء نفسي لنفسك الوقاء. ثم ذهب الحسين إلى خيام الطاهرات من آل رسول الله ونادى يا سكينة ويا فاطمة ويا زينب ويا أم كلثوم عليكن مني السلام. فهذا آخر الاجتماع وقد قرب منكن الافتجار. فعلت أصواتهن بالبكاء وصحن الوداع الوداع يا الله الفراق الفراق. فجاءته عزيزته سكينة وقالت يا أبا استسلمت للموت؟ يا أبا استسلمت للموت فإلى من أتكل؟ قال يا نور عيني كيف لا يستسلم للموت بل لا ناصر له ولا معين. قالت أبا ردنا إلى حرم جدنا. فقال الحسين هيهات لو تبكى القطع لغفى ونام. فبكت سكينة فأخذها وضمها إلى صدره ومسح الدموع عن عينيها وهو يقول سيطول بعدي يا سكينة فاعلمي منك البكاء إذا الحماية أمدهاني إلا تحرقي قلبي بدمعك حسرة ما دام مني الروح في جثماني. فإذا قتلت فأنت أولى بالذي تأتينه يا خيرة النسوان. ثم إن الحسين دعاهن بأجمعهن وقال لهن استعدوا للبلاء واعلموا إن الله حافظكم وحاميكم وسينجيكم من شر الأعداء ويجعل عاقبة أمركم إلى خير ويعذب عاديكم بأنواع العذاب ويعوضكم عن هذه البلية بأنواع النعم والكرامة. فلا تشكوا ولا تقولوا بألسنتكم ما ينقصوا قدركم. ثم أمرهن بلبس أزرهن ومقانعهن. فسألته زينب عن ذلك فقال كأني أراكم عن قريب كالإماء والعميد يسوقونكم أمام الركاب ويسومونكم سوى العذاب. فنادت زينب وجداه وقلة ناصراه. فشقت ثوبها ولتفت شعرها ولطمت على وجهها. فقال الحسين لها مهلا يا بنت المرتضى إن البكاء طويل. فأراد الحسين أن يخرج من الخيمة فتعلقت به زينب وقالت مهلا يا أخي توقف حتى أتزود من ومن نظري إليك وأودعك وداع مفارق لا تلاقي معه. فجعلت تقبل يده ورجله وأحط به سائر النسوة يقبلن يديه ورجله. فسكتهن الحسين وردهن إلى الفسطاط. ثم دعا بأخته زينب وصبرها وأمر يده على صدرها وسكنها من الجزع وذكر لها ما أعد الله للصابرين. فقالت له يا ابن أمي طب نفسا
وقر عينا فإنك تجدني كما تحب وترضى. فقال الحسين: أخي ائتيني بثوب عتيق لا يرغب فيه أحد، أجعله تحت ثيابي لئلا أجرد بعد قتل الله. حتى هذا سلبوه، حتى هذا سلبوه. وحسيناه أجعله تحت ثيابي لئلا أجرد بعد قتل، فإني مقتول مسلوب. فارتفعت أصواتهن بالبكاء، فأتي بتبان وهو ثوب قصير ضيق، فقال: لا، ذاك لباس من ضربت عليه الذلة. فأخذ ثوبا خلقا فخرقه وجعله تحت ثيابه، فلما قتل جردوه منه. ثم نادى الحسين: هل من يقدم لي جوادي؟ فسمعت زينب فخرجت وأخذت بعناية آل الجواد، وأقبلت إليه وهي تقول: لمن تنادي وقد قرحت فؤادي؟ فعاد الحسين إلى القوم فحمل عليهم، وكانت الرجال تشد عليه فيشد عليها، فتنكشف عنه انكشاف المعزى إذا حل فيها الذئب. حمل على الميمنة وهو يقول: الموت خير من ركوب العار، والعار أولى من دخول النار. وحمل على الميسرة وهو يقول للحسين بن علي: آليت ألا أنثني، أحمي عيالات أبي، أمضي على دين النبي. فجعلوا يرشقونه بالسهام والنبال حتى صار درعه كالقنفذ. فوقف ليستريح ساعة وقد ضعف عن القتال، فبينما هو واقف إذ أتاه حجر فوقع على جبهته، فأخذ الثوب ليمسح الدم عن عينه، فأتاه سهم محدد مسموم له ثلاث شعاب، فوقع السهم في صدره على قلبه، زجت له الأقدار سهم منية، فهوى لقا وانك ذاك الطور. وقال الحسين: بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله. ثم رفع رأسه إلى السماء وقال: إلهي، إنك تعلم أنهم يقتلون رجلا ليس على وجه الأرض ابن نبي غيري. ثم أخذ السهم وأخرجه من قفاه، فانبعث الدم كالميزان. رحم الله من نادى وحسن. أيوا إماما، أيوا غريبا، أيوا مظلوما، أيوا مصيبة. فوضع يده على الجرح، فلما امتلأ الدم رمى به نحو السماء، ثم وضع يده على الجرح ثانيا فلما امتلأت نطخ به رأسه ولحيته، وقال: هكذا أكون حتى ألقى جدي رسول الله وأنا مخضوب بدمي، وأقول: يا رسول الله، قتلني فلان وفلان. وأعياه نسف الدم، فجلس على الأرض ينوب رقبته، وصنع له وسادة من التراب، فصار إليه في هذه الحال مالك بن النسر، فشتمه وضربه بالسيف على رأسه، وكان عليه برنسا فامتلأ البرنس دما. فقال الحسين: لا أكلت بيمينك ولا شربت بها، وحشرك الله مع الظالمين. ثم ألقى البرنس واحتم على الخلنسوة، ثم إنهم لبثوا هنيئا وعادوا إلى الحسين وأحاطوا به
وهو جالس على الأرض لا يستطيع النهوض. فنظر عبد الله بن الحسن الصدق إلى عمه وقد أحدق القوم به، فخرج من الخيمة يشتد إلى عمه، وأرادت زينب حبسه فأفلت منها وجاء إلى عمه وأهوى بحر بن كعب ليضرب الحسين، فقال له الغلام: يا ابن الخبيثة أتضرب عمي؟ فاتقاها الغلام بيده فأطنها إلى الجن، فإذا هي معلقة، فصاح الغلام: يا عمّا فصاح الغلام: يا عمّا قطعوا يميني. ووقع في حجر عمه الحسين، وقال له الحسين: يا ابن أخي اصبر على ما أصاب واحتسب في ذلك الخير، فإن الله يلحقك بآبائك الصالحين. ورفع الحسين عليه السلام يده وقال: اللهم إن متعتهم إلى حين ففرقهم تفريقا، ومزقهم تمزيقا، واجعلهم طرائق قددا، ولا ترضي الولاة عنهم أبدا، فإنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا يقاتلوننا. وبينما هو كذلك، إذ رمى حرملة ابن كاهن الغلام بسهم فذبحه وهو في حجر عمه، وبقي الحسين طريحا مليا، ولو شاءوا أن يقتلوا لفعلوا، إلا أن كل قبيلة تعتمد على الأخرى وتكره الإقدام. فصاح الشمر: ما وقوفكم وما تنتظرون بالرجل؟ احملوا عليه. فضربه زرعة بن شريك على كتفه الأيسر، ورماه الحصين في حلقه، وضربه آخر على عاتقه، وطعنه سنان بن أنس في ترقوته، ثم في ضواني صدره، ثم رماه بسهم في دحره. ثم رماه بسهم في نحره، وطعنه صالح بن وهب في جنبه. أيوا حسيناه، أيوا. وتحكمت بيض السيوف بجسمه، ويح السيوف فحكمه اللي يجور. كنت واقفا جنب الحسين وهو يجود بنفسه، فوالله ما رأيت قتيلا قط مضمخا بدمه أجمل منه وجها، ولقد شغلني نور وجهه عن الفكرة في قتله. فاستقى في هذه الحال ماء فأبوا أن يسقوه، وقال له رجل: لا تذوق الماء حتى ترد الحامية وتشرب من حميمها. فقال: بل أرد على جدي رسول الله وأسكن معه في داره في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وأشكو إليه ما ارتكبتم مني وفعلتم بي. فغضبوا بأجمعهم حتى كأن الله لم يجعل في قلب أحدهم من الرحمة شيئا، واشتدت به الحال، ورفع طرفه إلى السماء وهو يقول: صبرا على قضائك يا رب، لا إله سواك، يا غياث المستغيثين، ما لي رب سواك ولا معبود غيرك، صبرا على حكمك يا غياث من لا غياث له، يا دائما لا نفاد له، يا محيي الموتى، يا قائما على كل نفس بما كسبت، احكم بيني وبينهم وأنت خير الحاكمين. وأقبل الفرس يحوم حوله وهو يلطخ ناصيته بدمه. هذا تعبير عن حزن الفرس عن الحسين، يلطخ ناصيته بدم الحسين. فإذا أخلصت دم من رأسك جزعا على الحسين لا بأس بذلك. وأقبل الفرس يحوم حوله وهو يلطخ ناصيته بدم الحسين، وصاح ابن سعدونكم الفرس فإنه من جياد خير رسول الله،
فأحاطت به الخيل فجعل يرمح برجليه حتى قتل 40 رجلا 4 أفراش. فقال ابن سعد دعوه لننظر ما يصنع. فلما أمن الطلب السوى أقبل نحو الحسين وهو يلطخ ناصيته بدمه ويشمه ويسهل صهيلا عاليا. قال أبو جعفر الباقر عليه السلام كان يقول في صهيله: الظليمة الظليمة من أمة قتلت ابن بنت نبيها. حيوان يتأثر بمصيبة الحسين، شلون الزهراء إذا شافت الحسين؟ أفاطم لو خلت الحسين مجددا وقد مات عطشان بشط فرات. أسويتي إذا لطمت الخد فاطم عنده إيه وأجريت دمع العين. يبكى يبكى اليوم بكاء يا الإمام الحجة يقول لأبكينك بدل الدموع دمع. إذا لضطمت الخد فاطم عنده وأجريت دمع العين بالوجنات. وين اليواسين بدمعته على ابن الذين حزن دمته وظلت 3 أيام ولا حضرت يما ولا دفنته. وين اليواسين يا شيعة على حسين واطفاله والضيع وبن والد عينيل الطليعة وحيد نايم بالشريعة عباس بجفوف القطيع. وتوجه الفرس نحو المخيمات وهو رافع صوته بالصهيل. فلما نظرنا النساء إلى الجواد مخزيا والسرج عليه ملويا برزنا من الخدور فاقدات الشعور على الخدود الأطمار وللوجوه سافرات وبالعويل داعيات وبعد العزل مذللات وإلى مصرع الحسين مبادرة. فواحدة تحلو عليه تضمه وأخرى عليه بالرداء تظلل. يا الله وأخرى بفيض النياح تصبغ شعره وأخرى لما قد نالها ليس تعقل وأخرى على خوف تلوذ بجنبه وأخرى تفديه وأخرى تقبله. جاءت زينب رأة الحسين على تلك الحالة قالت: أنت أخي الحسين؟ أنت ابن والدي؟ أنت حمانا؟ أنت رجالا؟ كلمني أنا وعيني. ما كلمها الحسين، أقسمت عليه بجدي رسول الله بحق جدي رسول الله. كلمني أنا وعيني. ما كلمها الحسين، بحق علي كلمني يا ابن رسول الله. ما كلمها الحسين. فلما قالت بحق أمنا فاطمة ما تحمل الحسين، قال لها: أخي لقد كسرتي قلبي وزدتيني كرما فوق كربي، بالله عليك إلا ما سكتي وسكنتي وذهبتي وحفظتيني عيالي وأطفالي. قال لي: يا بعد أهل ويا رايا حشلان نرى وتبقى بالشميس يا حسين مطرور، ما تسمع خواتك يمك تنور وطفايا عيالك تصارخ بين يديا. ايه وحدة تصيح عمه وين عمي، وحدة تصيح فارقني ابن امي، يهيج لوعتي ويزيد همي، يعلي لك من يدير العين ليا. وكأني بالحسين يجيبها:
ناداها بضعيف الصوت يا اختي وهو حكيك شعر قلب دسكتي يا نور العين خليني بموجهتي يا نور العين خليني بمهجتي اعالجها ترى قلبي تمرمى بجيت عندي وصاحت لي عقلي يا روحي ونور عيني وباجي اهلي يا خويا حسين شيتها يا خويا يا صوابني وجع اكثر يقيل هصوابني بوجهي بهرني ولي براسي حماس جبدي وفتني الله ولي بصدري حيد حيلي وظهرني ولي بقلبي اخوي وجع شكوى عند الحسين يا خويا يا مسي من العطش جبني يا خويا والتراب احرقت زني يا خويا والشمس احرقت خدي دفيني برد ثوبك من الحر يحاكيها وتصوب عينه دموعه الين قرب الخفه واحنا تضلوعه غمض عينه وصارت بيه موعه هو تيمه ودمعها عليه ينثر تشم حسين وتجلب بجرحه ولن الشموع فضربها الشم برمحه وابعدها عن جسد الحسين فنادت زينب باعلى صوتها ومحمدا وابتا وعليا وجعفرا وحمزه هذا حسين بالعراء ليت السماء اطبقت على الارض وليت الجبال تدكدكت على السهل يقول المؤرخ وانتهت زينب نحو الحسين واذا بعمر بن سعد في جماعه قد احاطوا بالحسين استعد المصيبه استعد المصيبه هذا الحسين فليبكي عليه المأكول عمر بن سعد في جماعة قد أحاطوا بالحسين وهو يجود بنفسه فنادت زينب أي عمر أيقتل أبو عبد الله وأنت تنظر إليه فصرف بوجهه عنها ودموعه تسيل على لحيته وهي تنادي أما فيكم مسلم فصاح ابن سعد بالناس انزلوا إليه وأريحوا فبدر إليه شمران فرفسه برجله وجلس على صدره وقبض على شيبته المقدسة ووضع السيف على نحر الحسين لكن لم يعمل السيف في نحر الحسين لأن كان موضع تقبيل رسول الله فسوى كبه على وجهه وأخذ ينحره من القفا ضربه بالسيف 12 ضربة واحتز رأسه الشريف رحم الله من نادى وحسينا الله 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 الله
شمر ظلمة دخلي وما شافه من الطبرات يزيد تشوف الوج ما غير النفس بي وعينه نوب يشبحها وتضمر قيل لي يا كتر خالي من الهجوم تحط سيفك يا خايب والدم يفور طبره بالروح يشوف القلب من عينه ويفور لا حول ولا قوة إلا بالله مثل شمر إن ذل الله جبهته يلقي حسينا لذاك الملتقى الخشن يا الله حق الحسين الوجيه وجده وأبيه وأخيه فرج عنا يا الله اقضي حوائجنا اسهل مطالبنا يسر أمورنا اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا اللهم عجل في فرج مولانا صاحب العصر الزمان واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه وإلى أرواح موتى المؤمنين والمستمعين والمؤسسين إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا من اسمه دواء ودمه شفاء وطاعته منن ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء يا سابغ النعم يا دافع النخم يا نور المستوى شيخ اللهم اشفه بشفائك وداوه بدوائك وعافه من بلائك اللهم تفضل على مرضى المؤمنين والمؤمنات لا سيما المنظورين بالشفاء والصحه يا الله والى ارواح موتى المؤمنين والمستمعين والمؤسسين لهذا المجلس الشريف رحم الله من اهدى ثواب الفاتحه قبلها صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد